ما الحكم في من اضطر للاقتراض من البنك لبناء منزل بنسبة فائدة 10%، مع العلم إن 6% يتحملها المقترض و4% تتحملها الدولة، ومدة سداد هذا القرض 19 عاما؟ هل في ذلك شيء؟ الله جل وعلا حرم الربا في كل زمان وفي كل مكان، وتوعد عليه بأشد الوعيد، وأحل الله البيع وحرم الربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. الربا لا يجوز الإقدام عليه في حال من الأحوال، والمسكن ليس ضروريا أنه يكون له بيت ملك، يستأجر إلى أن يستطيع أنه يبني، ولا يرابي من أجل أن يبني له بيتا. إذا لم يكن عنده بيت ملك يستأجر، وكثير من المسلمين يستأجرون يمشون أحوالهم. أما الربا فلا يجوز.